وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر والمنعقدة تحت عنوان الهدف هو الإنسان حقوق الإنسان في ظل الجائحة، أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، أكدت أن التشريعات المصرية رسخت مبدأ الصحة للجميع من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الحكومة أوجدت تلك الاتفاقيات في صياغات وبرامج تنفيذية تمت ترجمتها على الأرض، كما عملت على تحسين مؤشرات الصحة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وبرامج ومبادرات عديدة مثل 100 مليون صحة وغيرها. في تشريعات في الأممية مصر برضو اتفقت معها في كل الصياغات ووقعت عليها جميعا والتزمت بها، زي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأخيرا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كل دي اتفاقيات مصر التزمت بيها وأوجدتها في صياغات تنفيذية عندها وبرامج تنفيذية. هنشوف مع بعض ازاي مصر ترجمت هذه الاتفاقيات الدولية لأفعال على الأرض. علشان ننفذ هذه الاتفاقيات والتشريعات كان مهم جدا ان احنا نوجد برامج للتغطية الصحية الشاملة لجميع الخدمات الأساسية، والحقيقة هي تجاوزت الخدمات الأساسية للخدمات العلاجية المستوى الثاني والثالث.